بسم الآب والابن والروح القدس الله واحد أمين. آية اليوم من سفر زكريا أصحاح 10 وعدد 12 بتقول لنا وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب. زكريا كان راجع من سبي من السبي بتاع بابل وجاي لأورشليم وفي كل قوته وذهنه وتفكيره بناء هيكل الرب. كان الشعب اللي راجع من السبي كان محبط وكان يائس، ولكن ربنا أعطى زكريا رؤى كثيرة تشجعه وتشجع الشعب بعدم الخوف وأنه سيبني هيكل الرب. لكن الآية دي لما نيجي نتأمل فيها أقويهم بالرب، يا سلام، دي تعرفنا، دي وعد لينا كلنا مش لزكريا بس ولا لشعب الله، لكن دي بتعرفنا أن القوة هي مصدرها الأساسي هو الله. مفيش إنسان يعرف يعيش بقوة في هذا العالم وضد إبليس وجنوده إلا إذا كان مصدر القوة بتاعه هو الله. علمتنا الكنيسة إن إحنا دايما بنصلي ونقول لربنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. معلمنا داود النبي في مزمور 18 يقول أحبك يا رب يا قوتي. كان هو مصدر القوة لداود. يعني تلاقي لما يجيله أسد ودب وعايزين ياخدوا منه شاه ويروح هو يقتل، مين اللي عطاله القوة يقتل الدب والأسد؟ هي قوة من الله. بولس الرسول في كراسته يقول حاربت وحوش في أفسس، كم مرة يجلد وكم مرة يضرب وكم مرة يهان، لدرجة مرة ظنوه أنه هو مات وجروه خارج المدينة، لكن ومع ذلك كان ينال قوة من الله. الأباء الشهداء، تأمل كده في حياة أبائنا الشهداء، جات لهم منين القوة دي؟ أنهم يعترفون باسم الرب وهم عارفين أن الاعتراف ده هيموتهم وهيقطع رقابهم، لكنهم كان لهم قوة. السيد المسيح وعد الأباء الرسل اللي جالوا مبشرين بالكلمة وبشروا بالسيد المسيح في كل العالم، وقال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تنالون قوة من الروح القدس. بهذه القوة كانوا يجاهرون باسم المسيح، وكانوا مهما قبلهم من متاعب وألام وضرب وإهانات كانوا فرحين لأنهم حسبوا مستهلين أن يهانوا من أجل اسم المسيح. إذن القوة مصدرها رب المجد. لكن في نقطة تاني بيقول فيسلكون باسمه، يعني باسم الرب. السلوك باسم الرب ده، اسم الرب قال لنا الكتاب المقدس اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى، يعني بينال مناعة ضد قوة إبليس ضد أي خطية، هو ينال قوة. اسم الرب ده يخليك تنتصر في كل شيء. ولذلك الواحد فينا قبل ما بيبتدي يومه لازم يذكر اسم ربنا ويطلب من ربنا أن يكون معاه يحفظه ويرعاه. هذا ما حدث مع أبينا داود النبي. تأمل في أبينا داود النبي لما راح يقابل جلياط الجبار. جلياط جاي لابس النحاس اللي هو عشان اللبس العسكري بتاعه، وجلياط قاعد يعير صفوف شعب الله 40 يوم ويقول لهم عايز راجل من عندكم ينزل يقاتلني ويحاربني، إن غلبني أصير نصير عبيد لكم، وإن غلبته وأنا إن غلبته تصيرون عبيدا. يجي داود راعي الغنم البسيط وينزل عشان يحارب جلياط الجبار، لكن جلياط قاعد يتريق على داود ويقول له وأنا كلب جايين بعصايا. شوف داود يقول له إيه، اليوم الرب يحبسك. شوف اتكاله على مين، على القوة الأساسية، الرب يحبسك في يدي، أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا أتيك باسم رب الجنود. مين اللي انتصر؟ القوة الجسدية والعتاد الحرب اللي كان معاه الترس والرمح، لا، انتصر اسم الرب لأنه داخل متكل على ربنا.
لذلك كان دايما يقول لنا أبينا داود النبي اتكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. لما تيجي تدرس تلاقي مش معقول داود الصغير يغلب جلياط، لكن اسم الرب هو اللي عطى نصرة، وده بيدينا احنا نصرة في كل أمور حياتنا، ونستطيع أن نهدف ونقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعني دايما كان اسم ربنا في فم داود. شوف يقول لك الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. اسم الرب ده حلو، يا ريت نردده دايما ونقول يا رب يا رب يا رب، ونطلب من ربنا اللي احنا عايزينه. يا رب باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اسم الرب حلو، برج حصين. لما تقابلك اي مشكلة اي متاعب ادخل فيها باسم الرب، هتلاقي ربنا بيدبر لك كل امورك. اي طريق عايز تسير فيه مش هيتفتح الا باسم الرب وبرشمة صليب باسم علمتنا الكنيسة. كل صلواتنا نبتدي باسم ربنا، باسم الآب والابن والروح القدس، الله واحد أمين. فياريت نمشي على تعاليم كنيستنا. شوف بطرس ويوحنا كانوا طالعين إلى الهيكل عند باب الجميل، وبعدين عند باب الجميل لقوا رجل أعرج مقعد، فنظر إليهم فبطرس قال له ليس لي فضة ولا ذهب عشان أعطيك إياه، لكن اللي عندي هديك منه. إيه اللي هتدهوله يا معلمنا بطرس؟ فقال له اسم باسم ربنا يسوع المسيح قم. فقام وصار يمشي. يبقى كل نعمة احنا بناخدها هي باسم الرب. اطلب دايما اسم ربنا وردد اسم ربنا، هتنال كل ما تريده. لإلهنا كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد.